طبينا لقيناهم كلهم بغرفه كلهم مكتلين، ثلاث شباب ونساء مره كبيره وبنات ثلاثه واطفال صغار عدد اثنين سنتين وعدد ثلاث سنين، وبالآن نفس الشيء، والضرب الطلقات كلها بالراس كلها بالراس، والمستخدم السلاح كلاشنكوف، والمخازن عدد اثنين، والحد الان هسه سبب ما نعرف شنو السبب، والحمد لله والشكر لا يتعاطى مخدرات ولا يتعاطى منها سوالف التعبانه، ما محتاج. هاي السياره مالته البيضاء شوف اللي بظهرك، وهاي السياره مالته ورجال مقاول صاحب خلفات، وهذا البيت الحمد لله والشكر. فالحد الان هسه ما نعرف شنو السبب الكتل، والحد الان ماكو. سمعنا اجى اخوه طبعا اليوم بن عمنا الثاني طبعا اليوم لقى الخبر هنا، ما على ما وصلنا لقى الحكومه موجوده، ما خلى واحد يطب يشوف شلون حادث. يعني صح لحد الان لا احد يلفلفونهم ويضمونهم ويسوونهم، واحنا الحادثه كذا ما شفناها. يعني شنو نعرفه؟ شلون المقتولين؟ نعرف السبب بس شلون المقتولين؟ ما ادري، لا احد يقول ضابط وما قاتل روحه. يعني شلون واحد يقتل روحه هو خلينا نقول هو مخوش انسان، خليه يقتل روحه. هذا البرقماطي قلت له شلون قتله؟ يعني هسه حتى 12 نمر هم عنده اخوان كبار اثنين، يعني ذاك تل واحد ما يقوم على الثاني كظه. انا عم زين اجيت قال يابا ما خلينا نطب 16 نفر ما خلينا نطب، اذا شو الوضعيه شنو؟ اذا حاكي شنو وش يا قاتلهم ما يعرف كاميرات وينهم يقول اخذناهم، اذا نسال الجيران ما خلينا لا نتحرك لا نجي لا منا لا يسوي لا يمنا.